أهلا من جديد. الآلات الموسيقية ليست وليدة اليوم أو العصر الحديث، بل اكتشفت واعتمدت منذ القدم، وكانت تصنع حينها من المواد الطبيعية كالعظام والجلد وجذوع الشجر. من أهم الآلات الموسيقية الإيقاعية منها، والتي تعتمد مبدأ الضرب على المواد الصلبة، وبالتالي تصدر أصواتا مختلفة بناء على الاهتزاز، كما تعتمد بعض هذه الآلات الإيقاعية على الأوتار لإضافة جمالية للألحان في ابتكارات لا تنتهي وفي تناغم بينها وبين المواد الصلبة. ومن أشهر هذه الآلات الطبل والدف والرق والدربوكة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لصحابته: واضربوا عليه بالدفوف، كلها طالما ارتبطت بالثقافة الشرق أوسطية والعربية. فاضل قراقوز فنان عاشق للآلات الوترية والآلات من هذا النوع، كبر بين أحضان الموسيقى، ومنذ أن كانت سنه 7 سنوات صعد المسرح، فبرز تعلقه بالعزف الإيقاعي ليتخصص فيما بعد في اكتشاف وعزف الآلات الإيقاعية من كل أنحاء العالم. لديه مجموعات ومعزوفات وأعمال إيقاعية، كما أنه معروف بتقديم ورشات في فن العزف الإيقاعي. نرحب به معنا بالعازف والموسيقي فاضل قراقوز. أهلا ومرحبا بك. صباح الخير جونايدن. هوش قال دينيس. تفضل. أهلا وسهلا. يعني أنا أرى هنا مجموعة من الآلات الموسيقية، أعرف بعضها ولا أعرف بعضها الآخر، ولكن ما يجمع بين هذه الآلات الموسيقية هي أنها آلات إيقاع. قبل كل شيء سؤال ذو وجهين: لماذا الشغف منك أنت بالآلات الموسيقية الإيقاعية، وما الذي نقصده حين نتحدث عن موسيقى الإيقاع؟ يبدو لي أن هنالك مشكلة في الترجمة لضيفنا. يبدو أن الصوت لدينا فيه بعض المشاكل في الترجمة. على كل حال الآن أعتقد أن المشكلة قد حلت. كنت أتحدث عن سؤال ذي وجهين، كنت أتحدث عن هذه الأدوات وسبب شغفك الشخصي بها من جانب، ومن جانب آخر أريد أن أعرف ما الذي نعنيه عندما نقول أدوات إيقاع في سياق الأدوات الموسيقية الأخرى. أين يجلس موقع هذه الأدوات منها؟ Öncelikle çok teşekkür ediyorum. أولا شكرا على الاستضافة وأهلا بك أيضا. طبعا الآلات الإيقاعية هي أساس الموسيقى ولا غنى عنها أبدا. عندما نتحدث عن الموسيقى، بدأت بالعزف عندما كنت في 7 من عمري، بدأت بآلة البند، وبعد ذلك قمت بالعزف على بعض الآلات الموسيقية الشرقية، وكنت مهتما بهذه الآلات والآلات الإسبانية والآلات الشرق أوسطية والهندية والمصرية والآلات الأفريقية. كنت كان لدي الفضول في معرفة الكثير من الآلات الموسيقية، وإلى حد الآن أستمر بالتعرف على هذه الآلات والعزف أيضا. وبالتالي أنت لم تتعرف عليها فقط من جانب الهواية، وإنما أردت أن تستزيد بهذه الآلات الموسيقية. نريد أن نسمع شيئا، ولكن قبل ذلك أريد أن أعرف المزيد عن رحلتك نحو هذه الآلات الموسيقية، لأن كل آلة، وسنحاول أن نتحدث عن بعضها، تأتي من بلد مختلف. إلى أين أخذتك رحلة البحث عن الآلات الإيقاعية؟ في الحقيقة العزف على هذه الآلات الإيقاعية صعب جدا يعني، وأيضا العزف على آلات مختلفة من مناطق جغرافية مختلفة أيضا ربما تكون صعبة، خصوصا في مجال الدمج بين هذه الآلات. ولكن عندما نعود إلى الجذور، هي الفضول والمحبة. أنا أحب الموسيقى وأحب أن أتعرف على هذه الآلات الموسيقية، وكان لدي الفضول في معرفة ما
هي الآلات التي تعزف في كل منطقة جغرافية مختلفة؟ في أفريقيا كانت هناك بعض الآلات الموسيقية أو الإيقاعية وهي الدجنبة وما شابه، فقمت بالتوجه إلى هذه الدول وشراء هذه الآلات والتعلم. حلقة أو جزء أو فقرة من حلقة كاملة عن الدف أو الدف لكلا الاسمين، ولكن اليوم لدينا بعض الأدوات الموسيقية الأخرى التي نريد أن نتعرف عليها بشكل أكبر. لو أردت أن تختار البداية بطريقة عملية، من أي آلة تريد أن تبدأ؟ يمكن أن نبدأ من كاهون. هذه الآلة تم اكتشافها من قبل موسيقي إسباني في عام 1980 تقريبا، مصنوعة من الشجر، من جذوع الشجر، ويتم استخدامها في الكثير من الإيقاعات. هل يمكن أن نسمع شيئا؟ بالطبع. إنها حوافر خيل قادمة إلى معركة، ولكنني أرى هنا أيضا آلة موسيقية أخرى. هذه الآلة تشبه وكأنها درع حديدية، ولكن صوتها مختلف بعض الشيء عن هذا المعنى. هذه آلة موسيقية تشبه الدرع، من أين جاءت؟ من أي ثقافة؟ ما اسمها؟ وما أنواع الموسيقى التي تقدمها؟ bunun ismi hang drum veya هذا يسمى hang drum او hang bang. هذه تصنع من الفولاذ، تم صنعها من قبل سويدي، كان يضرب على الفولاذ لصنع هذه الآلة الموسيقية والإيقاعية. طبعا هذه الآلة هي آلة إيقاعية يضرب عليها لإخراج الموسيقى. سأريك كيف يمكننا أن نصدر الصوت منها. ما خطر في بالي أنه كيف يمكن للفولاذ وهذا الشكل، يعني هذا نموذج على أن الشكل لا يدل على المضمون، كيف يمكن للفولاذ ولهذا الشكل أن ينتج هذا النوع من الأدوات؟ تسمح لي بتجربتها؟ بالطبع، تفضل. يعني أنا لا أريد أن أنتج موسيقى، ولكن فقط أريد يعني أن أختبر كيف يمكن لهذا الشكل الفولاذي أن ينتج هذا الصوت.
الموسيقي. جميل جميل جميل، تفضل معنا هنا. يعني ليس لدينا بعض الأدوات الأخرى ولكن تبدو مألوفة بعض الشيء. يعني هذه الآلة تبدو من إفريقيا. شو رينكلي أولان الملونة بالفعل من السنغال، ذهبت إلى السنغال قبل عامين تقريبا لأجري حفلة موسيقية تركية هناك، وهذه الآلة تباع، اسمها دي جنبة، تباع في كل المناطق هناك، وأيضاً هي أيضا بالضرب اليدوي. أنا سأحضرها لك حتى لا أعذبك، أنا سأحضرها لك حتى نجرب هذه الآلة الموسيقية. تفضل. ثقيلة بعض الشيء. نعم يا ثقيلة. مصنوعة يبدو لي من العاج. مصنوعة من الشجر. من الشجر. من الشجر. وهذا الجلد، السطح هو من الجلد الطبيعي. صوت إفريقيا، يعني هذا الذي نسمعه في بعض الأفلام ونسمعه في بعض أيضا الأغاني التي تأتي من إفريقيا. بقيت لدينا آلة موسيقية أخيرة هنا، وهي أيضا شبيهة بهذه الآلة ولكن تبدو أخف بعض الشيء. مختلفة تماما الاختلاف. هذا يسمى توكينج دروم، أي طب المتحدث. من أي ثقافة جاءت؟ أفريقية أيضا. أفريقيا كان يتم استخدامها للتواصل ولذا الأخبار، فبعد ذلك تم استخدامها كآلة إيقاعية، وأيضا يتم استخدامها في الاستوديوات الموسيقية وما شابه. مع صوت غابة. بالمناسبة يعني أغلب كل آلة موسيقية هي جاءت من ثقافتها وتحمل بعض الألوان الثقافية الموجودة في هذه الثقافة، تحديدا الآلات الإيقاعية منها. اليوم كيف تستطيع أن تنتقل من آلة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى بهذه الطريقة السلسة بعض الشيء؟ صحيح أنها أدوات إيقاعية ولكن كل واحدة لديها لغة. بالطبع لكل آلة إيقاعية لغة مختلفة وطريقة اختلاف مختلفة وطريقة عزف مختلفة وضرب مختلفة. مثلا هذا يسمى أربانة، يتم استخدامه في إيران بكثرة، وعندما يكون لدي مثلا شغف نحو هذه الآلة أذهب إلى شرائها، وأيضا أبحث عن مدرس يدرسني فيها وأستاذ يدرسني فيها. طبعا لكل آلة طريقة مختلفة لأتعلم، وأعتقد أنه لدي ميول في هذا الأمر ومهارة أيضا في الانتقال بين هذه الآلات بسلاسة. ولكن الموسيقى الإيقاعية والأدوات الإيقاعية ليست مقتصرة فقط على هذه الأدوات، هنالك أدوات أخرى تستخدم في أن تكون خلفية إيقاعية للموسيقى وتدخل في خلال المعزوفة. من هذه الأدوات غير الأدوات التي نضرب عليها، ماذا لدينا؟ أنا أرى بعض الأدوات هنا. تحدثنا عنها. سأحضره لك. إذن نتحدث عن هذه الآلات ونراها من وقت لآخر. تفضل. حتى أختصر أيضا. ولدينا أيضا هذه.
العفو العفو. أشكرك. تفضل. هذه تستخدم كأصوات مؤثرة وتدخل بين الموسيقى وماذا هذا مثلا يخرج منه صوت رياح. بالنسبة لي تشبه علبة الحديد ولكن الصوت صوت موسيقى. هي آلة بسيطة جدا ولكن انظر. ما اسم هذه الآلة؟ سبرينج درام. سبرينج درام يعني تعطي صوت الرياح. يعني شلال. هذا صوت الشلال. الله الله جميل. هذه آلة أفريقية أيضا كشيشي اسمها. الآلات الإيقاعية أغلبها استوحاها واستلهمها الإنسان من أصوات طبيعية حوله. كيف تطورت يعني هذه الفكرة؟ كيف استطاعت أن تلهم الإنسان بإنتاج الآلات؟ يعني ذكرت لي صوت الشلال، كنا نسمع صوت الغابة، نسمع أصوات الرياح. الإنسان كيف استلهم كل هذه الأمور واستطاع أن يطور آلات موسيقية على هذا النمط؟ بالفعل تشخيص مهم جدا وموضوع مهم جدا. الموسيقى هي صوت الكون وهي جزء من الطبيعة، وبالتالي هذه الأدوات هي أدوات طبيعية، صوت شلال، صوت رياح، صوت غابة، صوت ماء، ونحن نراها أنها هي أصوات موجودة بالطبيعة، ولكن نحن نستخدمها كوسيلة لإخراج موسيقى أو لإصدار موسيقى واستخدامها في الأغاني أو التشكيلات الموسيقية وما شابه. مثلا عندما يذهب الفنان لإنتاج أغنية أو شيء ما فيستخدم هذه الآلات وهذه المؤثرات، فالكون هو إيقاع وبالتالي نحن نجري التجزئة فيما بينها. كل شيء له إيقاعه الخاص، الإنسان، الكتابة، القراءة، الحزن، كل شيء له إيقاعه الموحي. وكما يعني يقال لكل شيء موجته التي يسبح فيها، فالموسيقى هي شكل من أشكال الموجات الموجودة حولنا، وهي لغة يستطيع الجميع أن يفهمها وقادرة أيضا على التعبير بشكل أساسي. الوقت أدركنا في هذا الحديث الممتع، ونريد لك أن تختار ما شئت من هذه الأدوات كي تقدم لنا مقطوعة موسيقية إيقاعية على ذوقك. سأظهر لكم آلة الدف. الآن أعزف على آلة الدف في موسيقى عربية. هذه الآلة التي أحبها كثيرا. هذا من شجر الجوز وأيضا الجلد الطبيعي. الأجراس من البرونز. يعني رغم الآراء المختلفة حول الموسيقى والأدوات الإيقاعية، إلا أنها
يعني كل هذا الجدل الذي حصل لم يستطع أن يمنع هذه الأدوات من النمو، لأنها تعبر بشكل أو بآخر عن وجدان الإنسان، هي شكل من أشكال التعبير الإنساني الأصيل عن ثقافاتنا وعن تغيراتنا النفسية، كل في فلكه وكل في إيقاعه وموجته. أنا ممتن جدا على هذا التعريف وهذا الحوار الجميل بهذه الأدوات الموسيقي فاضل قراقوز، شكرا جزيلا لك. أنا أشكرك على الدعوة وممتن لوجودك.